السلام عليكم. هاد لا فيديو هادي تنديرها نتيجة ديال واحد المقالة اللي انتشرت في الأيام الأخيرة، واللي صاحبها زاد عليها واحد لا فيديو مبين فيها وجوه باش يعطي واحد المصداقية، اللي تيقول فيها سيدي راه مكاينش الربح في الانترنت. يعني الصراحة كتصدم باش تلقى مقالة بحال هادي في 2014 وناس تيقة فيها، يعني وباقا الناس كتسول واش كاين ربح في الانترنت ولا مكاينش ربح في الانترنت. يعني تتناقش على الربح في الانترنت في 2014 بحال كتبقي كتسول واش الكره الارضيه مدوره ولا لا. يعني نفس السؤال، الكره الارضيه باينه مدوره والانترنت راه باين فيها الربح. دخلتي للفيسبوك راه تلقى كامل الاشعارات على اليمين، دخلتي للجوجل راه كامل الاشعارات، اي سيت دخلتي ليه سي ان نيوز، اي موقع مواقع اليوم البسيطه تلقى فيها الاشارات ديال جوجل، اصحابك يربحوا من الاعلانات ديال جوجل. وهاد السيد هذا جا ضرب كلشي قال لك اسيدي ما كاينش ربح من الانترنت. يعني انا بان لي في هذيك لا فيديو كان ما الهدف انا اللي بان لي شخصيا هو احباط الشباب. وصراحه الاوضاع اللي كنعيشو حاليا، يعني الا لقيتي ما دعم في الشباب دعم ماشي تزيد تحبطو. اصلا الشباب راه محبط، الاكثر ديال الشباب نقولوا 90% واكثر من 90% محبط اليوم. ناس ولات عايشه بلا هدف. باش تجي تكملها اللي خاص تقول لها سيدي ما كاينش الربح من الانترنت وتزيد تكملها بفيديو خصوصا اللي ما عجبنيش هو لا فيديو، لان باش كتولي تتبين وجهك كتولي لا فيديو عندها مصداقيه. هاد السيد بين وجهو وقال لك لا سيدي ما كاينش ربح من الانترنت، هاد الناس كامله طلعت تقول لكم راه تيربحوا راه ما تيربحوا حتى حاجه. ولي كومونتير هما اللي صراحه خلوني ندير هاد لا فيديوهات. ملي كتلقى واحد كاتب دونك راه كيكذبوا علينا والله الا ضيعت معاهم شي لا وقت، راه كنت باجي واحد السيت ووصلت ل 2000 فيزيتور في النهار ودابا بان لي غير نوقف على حقي علاش حسيت براسي كنضيع الوقت. وشكرا اخويا اللي فتينا وما خليتناش. فين فتي اخويا؟ يقول لي فين فتي. بالعكس حبطي بزاف ديال الشباب اللي كان عنده امال وكان خايط واحد القدوات، يا اما امريكيه ناس امريكا ناس الحمد لله لانه وليت تلقى ناس عرب تيقول لك اسيدي انا كنربح. هاد السيد هذا ما فهمتش، يعني هو كاع ضرب كلشي الربح من الانترنت ردو بحال شي حاجه شي علم نووي. الربح الانترنت ببساطه شي حاجه بسيطه، مثلا كاين ناس كتقاد لي زابليكاسيون ديال التليفون، كاين جوج الحاجات باش يربح منها، ممكن يقادها وابخي يبيعها ويشد فلوس، وممكن يحط فيها اعلانات وابخي ملي يبقاو الناس يستعملوا ديك لابليكاسيون وكيكليكو على ديك الاعلانات هو كيربح. هنا هي كاينه الفلوس. كاينه ناس كتقاد المواقع و عطاهم الله كيتسموا دي ويب ماستر، تيقاد موقع اجونس دو فواياج اجونس لوكاسيون دو فواتور. يعني كنمشي معاك لقمة البساطة باش نجاوب على هاد لا فيديو هادي اللي دارت الطوب ديال الاحباط. كاين ناس كتقاد دي سيت لاجونس دو فواياج اجونس لوكاسيون دو فواتور كتخلص، كاين ناس كتقاد سيت كتحط فيه اعلانات كيوليو تيجيو لي فيزيتور كتربح من الاعلانات، كاين ناس كتقاد سيت ديال شي مونتاج ابخي تيوليو تيبيعو فيه داك المونتاج كيربحوا من الاعلان كيربحوا من البيع ديال داك المنتج. كاين الناس اللي كيقادو سيت كيوصلوا لواحد المستوى كيبيعوا، وموقع شهير ديال بيع المواقع اللي هو flipbob.com غادي تدخل غادي تلقى لي شيفر كبار ودي سيت كبار كيتباعوا تما. هاد السيد ما تفهمش ليا انايا اللي باقي في 2014 وجر مع امه ديال البشر ديك المقاله وديك لا فيديو، واحسن ما دار هو مسح ديك لا فيديو. ولكن لانه اتهام كاين اللي هانو، ولكن علاش ما كتجيش كدوز لي كومونتير ملي باغي تناقش تقول ما كاينش ربح في الانترنت؟ انا المهم اللي كنقول الا كان عندك شي هدف، يعني كان هدف مزيان، يعني انت كان درتها بحسن النيه الله يسامحك كاملين كنخطئ، كانت عندك شي سوء نيه ولا شي حاجه ولا درتيها باش انت تكون انت شخصيا تكون كتربح من الانترنت وما باغيش الناس يربحوا وصافي قلتي بلاش اجي باش نجري على هادو باش نرتاحوا باش يبقى الدومين هذا ديالنا اجي نقول لهم ما كاينش ربح من الانترنت. اللي جاني في لا فيديو في شكل والسبب اللي خلاني نجاوب ماشي هو لان جبت فيها انا شخصيا قال سيمو لايف، لا سيمو لايف شدو سبو 10 دقائق 20 دقيقه. انا شخصيا ما عنديش مشكل دير فيديو خاص عليا انا، ولكن ما تحبطش الشباب. الشباب اليوم خاصو اللي يدعمو خاصو اللي يدفع بيه لقدام، خاصو اللي يزيدو لقدام ماشي خاصو اللي يهدمو. هو اصلا مهدوم اصاحبي باش ما تيبانش لك اصاحبي الناس كيولاو الناس راه صافي وصلوا على الدرجه الاحباط كبيره.
ونزيدو حنا نكملوها بهاد لا فيديو ديال وشتي لي كومونتير كي كان تشكيك فواحد الصفقه اللي هي صفقه عاديه انا كتبان ليا طبيعي. جيتي جبتيني سبب واحد قلت اسيدي سيمو لايف قال بلي دار واحد الصفقه ديال بعسيز ب 50,000 دولار والتبرير ديال التبرير ديال كتب الصفقه بانها ما كايناش هو اشنو قلتي؟ قلت يا سيدي علاش شكون هذا اللي غادي يشري سيت ب 50,000 دولار؟ 50,000 دولار صاحبي بيستغيان 50,000 دولار في هذا السوق راه والو. 50,000 دولار اليوم ما غاديش تشري لك حتى ابارتمون محترمه في كازا، ما تشريش لك حتى ابارتمون محترمه في مراكش ما تشريهاش. دونك 50,000 دولار صغيان. واش كتسمع الصفقات ديال المواقع الكبيره بشحال؟ واش كتسمع الصفقات ديال المواقع العاديه بشحال؟ واش كتسمع بلي سناب شات مؤخرا من الفيسبوك عطى فيه 3 مليون دولار مولاه ما بغاش 3 مليار دولار عفوا 3 مليار وحسب وفكر معايا مزيان 3 مليار ديال الدولار ومول سناب شات ما بغاش عاود رجع عطى 4 مليار ديال الدولار وباقي الى يومنا هذا ما بغاش. واش عرفتي بلي يوتيوب تباع اكثر من مليار اكثر من مليار ديال الدولار؟ واش سمعتي بالصفقه الاخرانيه ديال الفيسبوك اللي شرا الواتساب ما عقلتش بالضبط شحال 16 مليار دولار ولا ما عرفت 19 مليار دولار. حتى نقول لك الصفقات الكبيره اما تدخل في ليبا تلقى صفقات يوميه تتفوق ال 100,000 دولار صاحبي جاي 50,000 دولار صافي شككتي فيها ضربتي كل شيء قلتي لا ما يمكنش. ما صراحه والله ما فهمتش. وحاجه اخرى هي انك تقول انا كون ضربت 50,000 دولار ما تلقانيش كندور باقي في الانترنت تلقاني نزلت الريدو غبرت صافي قدني حياتي كامله راه ديجا قلت 50,000 دولار شري شي كتاب بارتومون في حي محترم. وديجا في اللي قلت في الموضوع هو انا ما شديتش 50,000 دولار كامله شديت 41,000 دولار و777 وتا هي كذبتي يعني جاتك 41,000 دولار و777 وديجا كنعطينا داكشي بلي ديطاي باش نيفيتيو هاد الشبهات هادي كامله. قلت اني مشيت عند واحد الشركه اللي هي مشهوره في بيع الدومينات وبيع المواقع اللي سميتها فليبينغ اونتربرايز. الشركه هذه اللي تكلفات بالبيع ديال الموقع ديالي يعني انا ما نبغيش نفقد السمعه ديالي ونمشي نفقدها لشركه كبيره والقصه هذه كامله عليك. ثاني حاجه اسكرو شكون هما اللي دفع هاد لافير هادي داك البورسونتاج الاخر داتها الشركه اللي باعت اللي تكلفات باش باعت لي لو سيت. لابارتي الاخرى داتها اسكرو.com. هاد اسكرو.com اش كيدير هو اللي كيضمن لي انا بلي غادي نشد فلوسي والاخر غادي يشد سلعته كيشد الفلوس من عند اللي شاري كيشد لو سيت من عند اللي بايع كيعطي لو سيت لهذا كيعطيك انت فلوس. حطيت سكرين شوت ديال اسكرو.com وهادشي اللي كتبت لك في لي كومونتير وهذا هو الكومونتير اللي اكسبتيتي كتبت لك وتجي شوف راه اسكرو راه فيه ترانزاكشن نمبر وفيه كلشي انا راه ما بغيتش تمشي انت تسول اسكرو ويقول لك لا وانت هادشي كذو. اش نطي قلتي لا سيدي هذا كان فوتوشوب ولهذا انا تندير هذا الشيء باش الشباب تيشوف تيقول اه وي هاد الناس كتربح باش نحمسوهم يعني حنا تنخدمو حمس الشباب حمس الشباب حمس الشباب تجي نتا في الاخر تحبطو. وفي السبب يعني الهدف من هاد الفيديو هذا هو ارجاع الحماس للشباب يعني اسيدي راه كاين ناس رابحه في الانترنت ولهذا اضطريت اني نجيب الرولوفي ديال الكونت بونكير ديالي باش نوريك الترانزاكسيون بالضبط وشنو طاريفة. انا تعرف بري الكونت بونكر ديالي واجي نوريك شما يتعرفش سميتي من هاج سميتي ولا ماشي سميتي سميتي ياك انا شفنا يلا ترانزاكسيو هاي 361,000 يعني 36 بركة مغربية 36 مليون سنتيم مغربي وشي صرف حنا ما ندوش على خص الا حسبتي في هاد لاطاش هادي اللي هي في الشن شحال كندير الدولار وشديتي 41,000 دولار و777 غادي يعطيوك هادو كاملين مغبر هذا الصوت ديالي قبل الصوت ديالي من بعد ما عندي حتى شي واحد ما يدير به هادو الناس كنتعامل معاهم يعني ما عندي حتى شي واحد ما يدير بلي نيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالهم وسمياتهم هادشي علاش غبرتو. وخير دليل على هاد الرولوف انه حقيقي ماشي فوتوشوب هو فيه الطومبو ديال البنك الشعبي ما جبتش رولوف هاد هادشي كامل يا باش نحمسو الشباب يعني باش انت السيت تجي تحطو وحنا نعاودو نردو ليك العزيمه كاع داكشي اللي حنا تنبنيو وتنحاولو نشعلو بولا في الظلمه انت تجي تفرقع عاود تمشي
اللي كنقول للشباب هو الربح من الانترنت كاين بيان سور، هو ماشي كلشي ممكن يربح من الانترنت، لان حتى هادي مهنة عندها الاسس ديالها، عندها ناس خاص، عندها شي حوايج خاص تقراها، عندها دي باز ديالها. يعني ماشي كلشي ممكن يربح من الانترنت، ماشي كلشي ممكن يولي ويب ماركتر، ماشي كلشي ممكن يولي بروغرامير، ماشي كلشي ممكن يولي طبيب، ماشي كلشي ممكن يولي طبيب، ماشي كلشي ممكن يولي مهندس، ماشي كلشي ممكن يولي بيوت. يعني شي حاجه طبيعيه، ماشي كلشي غادي يربح من الانترنت. يعني قيسها على جميع المجالات. واللي كنقول للناس اللي غادي تجي باش تحبط الشباب، هو في الوقت الحالي ما محتاجينهمش. احسن حاجه ممكن دير الا بغيتي تحبطهم هو والله الا سكت ورجع للور، واللي فيه ما يدفع ويزيد الشباب اللي قدام ويزعمهم ويوريهم ما يديروا، مرحبا به. هادشي هو اللي محتاج الوقت ويموتيفيهم، وهذا هو الهدف ديال الصفحه ديالي، هو نموتيفي الشباب ونقول لك راه الربح في الانترنت راه كاين، لي بروف ها هما، صافي يكفي. انت لكان غرضك توصل راه توصل. انا نهار وصلت ونهار بديت ما لقيت حتى حاجه بالعربيه، قسما بالله ما عمري لقيت هذيك الساعه ما كاين حتى ارتيكل واحد بالعربيه. كنقول لك هادشي في 2003 ولا 2004، مازال اليوم كاين ارتيكلات، كاينين ناس نايضين كيدويو تقول لك اسيدي راه كاين ربح من الانترنت، وتيحطوا دي كونت ديالهم. يعني شحال رابح، راه صافي، راه الوقت تحسنات. باش ما يجيش شي واحد يقول لي ما شاركتيش معاه، انا كنشارك داكشي اللي كنعرف. ماشي نبدا من ازيرو، يعني ازيرو راه كنقول لك مثلا صنع صفحه سكويز بيج، ماشي نوريك كيفاش تصنع. ان اللي في تقلب في جوجل هاو تو كرييت سكويز بيج، اجي تلقى كيفاش. انت خاص تبحث، ما تجيش تسنى نجيب لك انا الماكله التالف مو كل الاخر، ماشي انا ولا الاخر غادي يجيب لك كلشي حتى لعندك وتجي يحطو لك وتجي يخدم لك بلاصتك وانت تربح. هادي راه امبوسيبل. ممكن نوريك الطريق، نوريك الباب راه هو دوز منه، ممكن انت تمشي تدوز، ممكن انت تكون معكاز وقمر يخلص. وبالتوفيق لكاع الشباب، والسلام عليكم ورحمه الله.